منا عروسنا القاوتي بديك يا منا يا يا منا راه القبيله تتسنى فيك يا منا يا يا منا عروسنا القاوتي بديك يا منا يا يا منا راه القبيله تتسنى فيك يا منا 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 صبرت ساله والدمي فور فين عروستي وردة القصور غير تهنى يا سيدي وسيد سيادي بجهد الله عروستك عندي هولوني يا بابا هولوني يا سيدي هولوني يا بابا من زارو محمد هولوني يا سيدي من طافو بالكعبة وهولوني يا بابا هولوني يا سيدي هولوني يا ايوا يا سيادي انا جالسه في دار غفلون تجاتني لاله قوت القلوب ولقات العروسه الماسون وقالت لي نوضي نجيبوها دابا واللي بغى يكون يكون ايوا يا لاله يا لاله ويا لاله وما كانش هدفك المضمون يا يا منى عروسنا القاوتي بديك يا منى يا يا منى راه القبيله تتسنى كي شفتوا فهاد الوقيته لاله قوت القلوب كل عام تتمشي للحج ايوا قالت لك لابد ما نمشيو مجموعين للحج هاد العام وندوزو من تما في طريقنا نجيبو لولدها العروسه عروسه الاحلام بلاد عروستنا اليوم في عهد الدوله الامويه كانت مفترق طرق العشاق نبينا والقاصدين بيت الله والمكه والمدينه عروستنا اليوم من بلاد النشامه النخوه والكرامه والعزه والشهامه والزين والسر وكل خد عليه شامه بلاد عروستنا اليوم كريم ومضياف وناسو على القلب خفاف يجيوها الناس من كل فجاج لانه طينها علاج وشلالاتها وماها الحار يقاد المزاج فيها يا سيادي البتراء من عجايب الدنيا السبع وبحرها الميت كله خير ونفع العت عجلون بالمآتر شحال غنية ومعبد هرقل والعقبة وجارش الأتارية يا منى عروسنا القاوتي بديك يا منى يا يا منى راه القبيلة بلاد عروسنا اليوم عرفت ازدهار ملوكي في العهد الأيوبي وفي العهد المملوكي فيها قلاع حصينة وقصور وأبراج ومعالم على مر العصور بلاد عروستنا من أكبر منتجي الزيتون ويا سلام على المنسف من يكون مازال سخون عروستنا ميزة وتألقت في كاع المجالات ومحافظة على تقاليدها وعلى كل العادات إوا يا سيادي نوض نوجد الهودج باش نشدو طريقنا للحج وبالذكر والتلبية صوتي صدح ويرج وفي طريق رجوعنا إن شاء الله نمشيو كاملين باش نجيبو عروستنا بنت الملوك الميامين يا منى عروسنا القاوتي بديك يا منى يا منى راه القبيلة تتسنى إيوا منتوما يا أهل الخير والربح عرفتوا جوابنا وعرفتوا عروستنا الهاشمية وخليو لنا الجواب وما تبخلوش عليه يا منى يا منى عروسنا القاوتي بديك يا منى يا منى راه القبيلة تتسنى فيك هولوني يا سيدي هولوني يا بابا من طافو بالكعبة عروستنا اليوم من بلاد النشامة فيها قلاع حصينة وقص عاداتها وعلى التقاليد عروستنا ميزة وتألقت والذكر والتلبية صوتي يردح صوتي يصدح ويرج بالذكر والتلبية ايوا يا سيادي كانت يا منى يعرفوها الحفاد يا منى ويا يا منى
يامنا ويا يامنا صولي وجولي على عروسة عود العلمان.